السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم إخواني الكرام، موضوع هذا الفيديو نتحدث عن نتيجة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018. أعلنت رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي عن أفضل 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي لعام 2018، لذا نعرض لكم في هذا الفيديو لماذا هاري كين مرشح للفوز بهذه الجائزة. هاري كين مهاجم توتنهام. يظهر هاري كين مهاجم توتنهام في قائمتي المرشحين لجائزة لاعب العام وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي، وذلك للعام الرابع على التوالي. وفاز كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي لثلاث سنوات على التوالي، وهو ما لم يتكرر منذ حصول تيري أونري لاعب الأرسنال السابق على العدد نفسه من الألقاب. وسجل كين 25 هدف لصالح توتنهام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه يأتي بعد محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي سجل 30 هدفا، وكسر كين الرقم المسجل لإحراز 20 هدفا في الدوري الإنجليزي في 4 مواسم متتالية، وهو أمر لم يتكرر إلا من 3 لاعبين في تاريخ الدوري، هم ألان شيرر من موسم 93 و94 إلى موسم 96 و97 لصالح فريقي بلاك بيرن ونيوكاسل، واللاعب تيري أونري من موسم 2001 و2002 إلى موسم 2005 و2006 لصالح فريق الأرسنال، وسيرجو أجويرو من موسم 2014 و2015 إلى موسم 2017-2018 لصالح مانشستر سيتي. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله.